بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم كتقنيي الجهه الشرقيه وتلبيه للدعوه التي دعت اليها التنسيقيه الوطنيه لتقنيه وزاره الصحه، وتصدير البرنامج النضالي التصاعدي الذي نبتدئه هذه الايام بحمل الشاره السوداء والدعوه والتعبئه الى لوقفه احتجاجيه مركزيه امام باب الوزاره سيعلن عنها لاحقا. جسدنا منذ قليل شكل احتجاجي لرفع الشارة، وتم توزيع الشارة على مختلف التقنيين بمختلف المؤسسات الصحية، سواء المندوبية أو المديرية الجهوية أو المصالح التابعة لها، وذلك احتجاجا ودعوة لتحقيق ملفنا المطلبي، والذي يرتكز أساسا وعلى مجموعة من النقاط، وأهمها تحسين شروط الترقية والتي نعاني منها كثيرا، وهي الترقية في 6 سنوات والتسقيف في 14 سنة ديال بعد 10 سنوات الأقدمية. نحن نطالب أن بإلغاء الكوطة وجعل الترقية في 4 سنوات وتسقيفها في ست سنوات كأقصى حد، إضافة إلى نقطة أخرى وهي إحداد درجتين خارج السلم بالنسبة لنا كتقنيين. مسألة مطلب آخر الذي هو السماح للتقنيين بتحمل المسؤولية داخل وزارة الصحة نظرا للأهمية التي يقوم بها التقنيون والأهمية القصوى التي ترتكز عليها المهام المنوطة بالتقنيين. نطالب كذلك بالسماح للتقنيين بولوج المدارس التابعة لوزارة الصحة، ونجدد كذلك الدعوة لجميع التقنيين في الالتحاق بالشكل النضالي والتعبئة والاستمرار في التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية التي ستتوج إن شاء الله تعالى بوقفة في وزارة الصحة بالرباط. في إطار جولة الحوار الاجتماعي اللي عقدتها وزارة الصحة مع مختلف الفرقاء، كان دعوات تنسيقية ممثلة في المجلس الوطني واللجنة الوطنية تم الحضور، وكان هناك جولتين من الحوار مع التنسيقية. أبدى الإخوان في اللجنة الوطنية والمجلس الوطني الملف المطلبي ديالنا وشرحوه مزيان للوزارة، وكان تجاوب من طرف الوزارة، وكانت وعود. نتمنى هذه الوعود إن شاء الله تعالى تحقق على أرض الواقع، خاصة ونحن نسمع أنه سيكون التوقيع على محاضر اتفاق نهائية مع الوزارة وخروج مراسيم قوانين قبل نهاية شهر يناير.